اهلا وسهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله، واللي بينورنا وبيشرفنا فيها الكابتن تامر باجاتو. كابتن تامر، منور الدنيا وسعيد بوجودك معنا في قناه الاهلي. ميرسي جدا، اهلا بيك واهلا بقناه الاهلي وجمهور الاهلي كله. طبعا انت معانا وفي توقيت الكل بالتاكيد حريص على متابعه قرعه الدور الثاني للتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم، وانا معاك طبعاً. انا استعرض المجموعات وبالتاكيد بيهمنا المجموعه السادسه. اولا مجموعه مصر هي المجموعه السادسه في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم الدور الثاني. مصر معاها انجولا، ليبيا، الجابون. مجموعه ممكن البعض يصفها انها سهله متوسطه، بالتاكيد هناخد راي الكابتن تامر باجاتو في رايه في هذه المجموعه. لكن لو بنستعرض باقي المجموعات، المجموعه الاولى الجزائر معاها جيبوتي، النيجر، بوركينا فاسو. المجموعه الثانيه تونس معاها غينيا الاستوائيه، موريتانيا، زامبيا. المجموعه الثالثه المجموعه اللي فيها نيجيريا معاها ليبيريا، افريقيا الوسطى، الراس الاخضر. المجموعه الرابعه اللي فيها الكاميرون. مجموعه صعبه بقى لان الكاميرون معاها كوت ديفوار ولازم منتخب منهم يتاهل الى الدور الثالث. الكاميرون، كوت ديفوار، ملاوي، موزمبيق. المجموعه الخامسه مالي معاها رواندا وكينيا واوغندا. المجموعه السادسه اللي قلنا فيها مجموعه مصر معانا انجولا وليبيا والجابون. المجموعه السابعه غانا، اثيوبيا، زيمبابوي، جنوب افريقيا، واضح انها مجموعه صعبه جدا. المجموعه الثامنه فيها السنغال، توجو، ناميبيا، الكونغو. المجموعه التاسعه المغرب، السودان، غينيا بيساو وغينيا. المجموعه العاشره الكونغو الديمقراطيه معاها تنزانيا، مدغشقر، بنين. مجموعات فيها سهوله شويه ومجموعات فيها صعوبه وفيها مجموعات متوسطه، لكن طبعا انا بعتبر اسهل المجموعات هي المجموعه التاسعه اللي فيها المنتخب المغربي والمجموعه الثانيه اللي فيها المنتخب التونسي. كابتن تامر، تعليقك على المجموعات وشايف الاسهل والاصعب ومجموعه منتخب مصر. طبعا هي المجموعات لو يعني بصيت عليها كده سريعا هتحس ان هي متوازنه الى حد ما، لكن هي التصفيات نفسها المره دي اللي يعني كنا بنتكلم في الموضوع ده ان التصفيات المره دي غريبه شويه، يعني مش عارفين ليه عملوها بالطريقه دي فعلا، وان هي ممكن فعلا تضيع مجهود فرق كتيره قوي. مظبوط. في المجموعات يعني مجموعتنا يبان ان هي سهله، ولكن انا شايف ان هي صعبه جدا. صعبه صعبه. ممكن فنيا هنقول ان احنا احسن شويه، ولكن احنا غير مستقرين برضو فنيا بقالنا فتره. فاحنا مصر اسم كبير ولينا تاريخ في الموضوع، ولكن عندنا مشاكل فنيه كتيره بقالها فتره، ودي كانت واضحه جدا في مستوى اداء المنتخب الفتره اللي فاتت. نيجي لنقطه ثانيه ان الفرق الصغيره بتبقى مشكله جامده جدا في تصفيات كاس العالم. بمعنى يعني تصفيات كاس العالم الفرق الصغيره دي بتبقى عندها زي نهم وامل كبير لبورصه اللاعبين اكتر من المنتخب كمنتخب. المنتخب عارف انه لو راح حتى وصل كاس العالم مش هيعمل حاجه، لكن اللعيبه بتبقى عندها امل، بورصتها الحقيقيه بتبقى في كاس العالم، يعني اللعيب كشخص. وده يمكن اللي كان بيحصل قبل كده معانا من فترات طويله، ان ساعات بيبقى في منتخبات كده بتلاقيها قويه جدا في تصفيات كاس العالم، وتيجي في بطوله افريقيا تحس ان هم معانا خايفين منك او كده. لا، هم مش قصه خايفين منك، هم بيبقى عندهم تارجت معين. اللعيبه نفسها بيبقى عندها بورصتها الحقيقيه مع منتخبها، خاصه الافريقيه بالذات، او يعني هم الافريقيه فعلا كده. بتبقى عندهم مشكله في بطوله افريقيا شويه، لان هم مش هتزود لهم حاجه في رصيدهم قوي عند في بلادهم يعني. أكيد. لكن ممكن اللعيبه لما بتيجي تلعب زي منتخبات افريقيا، اللعيبه الكبار جدا اللي بيلعبوا في افريقيا كلهم في اوروبا قصدي، هم معروفين طبعا، بيبقى بورصته الحقيقيه في كاس العالم، فبيموت نفسه وبيقتل نفسه عشان يوصل كاس العالم. فدي عامل نفسي رهيب جدا يعني، لازم نحط او ناخد بالنا منه. وده يمكن كان بيفرق مع منتخب مصر في عدم وصولنا كاس العالم فترات طويله جدا، مع ان احنا كنا بنكسبهم كتير قوي بطوله افريقيا، ناخدها ثلاث مرات ورا بعض ولينا، وبتحس ان هم خايفين مننا فعلا. صح. لكن هو مش خوف، هو عنده تارجت بس. فانا يمكن لكن المجموعه مفروض طبعا ان مصر هي تبقى متسيده المجموعه طبعا يعني. اكيد. طيب، نظام التصفيات المختلف المره دي يا كابتن تامر مختلف شويه، لان انت التصفيات اللي فاتت ما كانتش بنفس الشكل. انت رجعت لنفس نظام تصفيات 2014 اللي انت عملت فيها العلامه الكامله في المجموعه، كسبت الست ماتشات، وصلت ل 18 نقطه، لكن اصطدمت بغانا وخرجت بالظبط ولم تتاهل لكاس العالم. المره دي بيتكرر نفس المشهد،
تلعب دور ثاني في مجموعه تلعب 6 مباريات وفي الاخر في مرحله ثالثه واخيره، بس تصنيفك وقتها هو اللي هيحدد بقى انت هتلاعب مين. لان انت لو صعدت للمرحله الثالثه مثلا، لو تصنيفك في الخمسه الاول في افريقيا هتبتعد عن اقل الفرق. يعني مثلا لو كوت ديفوار في الصداره، تونس في الصداره، الجزائر في الصداره، كل دول في التصنيف الاول والثاني والثالث في افريقيا، فمش هتواجههم في المرحله الثالثه لو هم تاهلوا وانت تاهلت. فالتصفيات بالشكل المفهوم ده مساحه فرصه للجهاز او فرصه للجهاز الفني كمساحه انه يشتغل، عنده مساحه وقت يلعب ماتشات كتير، لسه عنده كذا فرصه للتاهل، ولا مش شايف ان النظام ده ممكن يساعد منتخب مصر؟ بص، هو كنظام ممكن زي ما بقول لك كده يضيع لك في الاخر، بتوصل لك هو ماتش واحد يضيع لك كل ذهاب وعوده الماتش الاخير. لكن خلينا نتكلم بقى، الكوره دلوقتي ماشي فيها منتخبات صغيره ومنتخبات كبيره، حتى التصنيف ده بيبقى تصنيف بناء على نتائج في الاتحاد الدولي، عامل ممكن ماتشات معينه بتبقى مش موفق فيها، وده وارد يعني. فخلينا نتكلم ان دلوقتي كاس امم افريقيا اللي فاتت ظهرت فرق كتير جدا كانت علامه استفهام يعني، فما فيش ماتشات كبيره وصغيره دلوقتي. وبعد كده مصر المفروض ان انت مصنف من اوائل الفرق، فالمفروض انت ما تبصش وراك اساسا، بص مين اللي جنبك او مين اللي انت المفروض وصلت انت على التوب مفروض، فالمفروض ان احنا نعمل استعدادات كامله بصرف النظر مين معانا، بصرف النظر هتقابل مين برضه. لان منتخب مصر منتخب كبير وعندنا لعيبه كبيره جدا وعندنا لعبه كبيره جدا دلوقتي محترفين، فانا شايف ان لازم يعني عندنا فرصه ان احنا نعمل تاهيل كويس جدا ونستعد كويس جدا بالماتشات طبعا، واللعيبه انك تنتقي اللعيبه اللي ممكن يكملوا معاك فتره طويله ويبقى مستواهم ثابت لفتره طويله ويقدروا ينفذوا تكتيك اللي هتقابل بيه بقى الفرقه كمان، في انك بعد كده هتقابل فرقه يعني شو هنقول ان شاء الله احنا نعدي المجموعه دي نطلع اول، هتقابل كل الفرق الكبيره، فدي تبقى أكيد محتاجه ان انت بقى ليفل عندك مذاكره كويس جدا وعارفين رايحين فين وهيقابلوا مين يعني. طيب، اول ماتش عندك في التصفيات هيكون مع انجولا في الفتره من 5 ل 13 اكتوبر 2020، يعني بعد حوالي بنتكلم حوالي 9 شهور هيبقى عندك اول ماتش في تصفيات كاس العالم وهيكون مع المنتخب الانجولي. مساحه كويسه، بس في التوقيت ده انت هتلعب تصفيات افريقيا على فكره، يعني انت من النهارده لغايه اكتوبر اللي جاي انت عندك ما يقرب من حوالي 4 ماتشات في تصفيات افريقيا. طبعا فيبقى اعداد جيد، وكمباراه شايفها بدايه بقى، شايفها ازاي؟ مباراه صعبه طبعا، لا خاصه تبقى اول مباراه. لكن لا احنا مش بعيد، الماتش مش بعيد خالص، مش يا دوبك. لا طبعا حتى لو انجولا في التصنيف الرابع دلوقتي، معلش بس انت، انا بقول لك دلوقتي مفيش، انا بوجهه نظري ان مفيش فرقه كبيره وفرقه صغيره، ونرجع تاني ده صفات يعني ما تيجي تتاهل لكاس العالم الموضوع يختلف تماما. انا شايف ان منتخب عندنا احنا غير مستقرين، دي المشكله الاساسيه عندك، ان انت غير مستقر ومستواك متذبذب بقالك فتره طويله جدا، فمستوى اللعيبه برضه متذبذب جدا، فاتمنى ان احنا نلحق يا دوبك، ما فيش وقت يعني. لو الناس شايفه ان في وقت، لو ما فيش وقت خالص، خاصه انت عندك الدوري برضو غير مستقر، عندك المنتخب الاولمبي برضو لسه، يعني انا شايف ان يا دوبك ان انت تاهل فرقه وتبقى يعني تعمل توليفه كويسه ويحفظوا الشغل، لا يا دوبك. هو ده اول تجمع هيكون بعد اولمبياد طوكيو، فيقدر بقى ساعتها المنتخب ياخد اللعيبه للمنتخب الاولمبي. بالظبط، يعني ما كنتش قلت لك المنتخب الاولمبي برضه مهم جدا. فانا شايف ان يا دوبك انك تعمل بقى معسكرات كويسه جدا وتحفظ اللعيبه بقى، عشان احنا مستوانا التكتيكي بقى له فتره صعب. طيب مين اقوى مجموعه في المجموعات العشر؟ في ظل انت انا شايف بتتكلم يعني على منتخب واحد بس اللي هيتاهل من كل مجموعه. يعني في عندك طبعا المجموعه الرابعه، كوت ديفوار، وعندك السبعه برضو يعني، في السبعه ناريه زيمبابوي، مجموعه سبعه ناريه، يعني عندك مجموعتين دول هيبقى فيهم حرام يعني، في فرقه مضطر تاخد فرق منهم يعني، فلا مجموعه ناريه زي ما بيقولوا يعني، مجموعتين دول صعب جدا. بقيه المجموعات انا شايف ان هي عاديه تقريبا يعني، يعني ما افتكرش تبقى في مفروض ان ما تبقاش فيه مفاجآت، المفروض ما تبقاش فيه مفاجآت، لكن ما تقدرش تعرف الاخبار ايه يعني. طيب المنتخبات العربيه لو هنلقي الضوء عليها، يعني الجزائر وتونس في مجموعه نوعا ما ممكن يكون فيها سهوله شويه، الجزائر طبعا بطل افريقيا طبعا مع بوركينا فاسو، النيجر، جيبوتي، مجموعتهم انا شايف مجموعتهم عاديه جدا يعني، في المتناول يعني، في يعني الجزائر انا شايف ان تمام،
وبرضه تونس، انا شايف ان تونس برضه مجموعتهم برضه يعني في حظ انا شايف فرق العربيه يعني حظها كويس، حتى برضه المغرب يعني لحد ما، لكن طبعا السودان معاهم، المغرب مع السودان وغينيا بيساوي غينيا. يعني انا شايف لا مجموعات عاديه، خصوصا المنتخبات العربيه يعني قريبه. قريب انا شايف ان الجزائر وتونس والمغرب يعني بنسبه كبيره جدا، ومصر بالنسبه لهم الموضوع هيبقى ظاهريا سهل برضه، ظاهريا هنقول ظاهريا وتاريخا واهتماما وكل حاجه، ولكن المفاجآت بقى، المفاجآت ممكن تكون وردة طبعا. أكيد. طيب أنا معايا خبر مهم جدا، طبعا بعيدا عن المنتخب وقرعة تصفيات إفريقيا، يمكن الفترة الأخيرة كنا بنتكلم في أكتر من محور على مسألة المشاركة في مهرجان اعتزال الكابتن طارق التايب. يمكن خبر رسمي دلوقتي لسه زملائي في الإعداد بيبلغوني فيه، إن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قال إن فريق الكرة هيشارك بإذن الله في مهرجان اعتزال النجم الليبي طارق التايب يوم 28 مارس الجاري. جاء ذلك خلال الاتصالات التي جرت بين مدير الكره في النادي الاهلي مع الكابتن طارق التايب خلال الساعات الاخيره لتحديد الموعد وفقا لارتباطات الفريق ومشاركته محليا وافريقيا. هذه المباراه او هذا المهرجان هيكون ما بين النادي الاهلي ونادي الهلال السعودي في مهرجان اعتزال طارق التايب خلال الفتره اللي جايه، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الفني بقياده رينيه فايلر. اذا 28 مارس هي موعد او هو موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي في مهرجان اعتزال طارق التايب، والتوقيت ده هيكون بعيد تماما على بقى الأجندة الإفريقية، لأن هيكون مرحلة الدور نصف النهائي والمباراة النهائية لما بنتكلم في شهر إبريل وشهر مايو، فالتوقيت ده هيكون مناسب حسب وجهة نظر ورؤية ريني فايلر بالنسبة للمرحلة الجاية، وهيكون ده مهرجان اعتزال طارق التايب، والأهلي بالتأكيد هيكون حريص على المشاركة في مهرجان اعتزال النجم الليبي. مباراة هتبقى كويسة يا كابتن تامر على فكرة، الأهلي والهلال السعودي فرقتين لهم شعبية كبيرة، الهلال في السعودية والأهلي في مصر. طبعا فريقين كبار ليهم تاريخ كبير وليهم جمهور كبير جدا، فاعتزال طبعا اسم كبير زي الكابتن طارق تايب، واحنا افتقدنا الماتشات دي بقالنا فتره طويله، الجماهيريه وماتشات الجماهيريه وماتشات اللي فيها حاجه تعتبر يعني يعني بتكرم فرصه انك تبقى في السعوديه وجمهور الاهلي يحضر بالظبط. كتكريم برضو الاسماء، احنا بقالنا كتير قوي ماتشات الاعتزال والماتشات اللي بنكرم فيها الناس الكبار او الرموز بتاعتنا دي قلت قوي للاسف طبعا، ودي بتعمل نوع من التقارب جامد جدا بين الانديه وبين الجماهير والجمهور المصري في السعوديه. لما يجي الاهلي، لما بيجي الاهلي هناك الملعب بيمتلي عن اخره، بتبقى طبعًا حاجه جميله طبعا اكيد يعني. يعني ويمكن الحاجات دي اختفت بقى لها فتره طويله قوي عندنا، مش عارف من زمان كان التواصل كان اكتر بكتير جدا، في ظل ان ما كانش فيه تواصل زي دلوقتي زي الـ 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 القنوات زادت والسوشيال ميديا وكده، فغريبه جدا. اتمنى ان الحاجات دي ترجع تاني، لان هي بترجع الالفه بين الجماهير عامه، سواء كان من بلد لبلد او من نادي لنادي، وبتعمل تواصل بين الاجيال الكبيره والالعاب، يمكن لعيبه في لعيبه كتير الصغيرين بيلعبوا دلوقتي في الفريق لو ما يعرفوش مين كابتن طارق التايب، فاتمنى الاجيال الحاليه فعلا دي مهمه جدا. طبعا عملت مهرجان اعتزال؟ لا ما عملتش حقيقة، يعني كنت بفكر كده اعمله بعد كده. بص المشكلة ان يعني عندنا في مصر كان في الموضوع ابعد شوية، ان احنا بنهتمش قوي بالجيل القديم، ودي مشكلة كبيرة جدا. يعني ثقافة ان انت تهتم بالاسماء الكبيرة والاسماء الاجيال السابقة ما فيش اهتمام بيها الا لو هم خلصوا بقى وبيطلعوا مثلا على شاشات التلفزيون، او يبقى في عضو في اتحاد كوره، او يمسك مجلس اداره في احد الانديه. يعني دي مشكله كبيره جدا، انا شايف ان احنا يعني محتاجين نعملها، لان فعلا تكريم الاسماء الكبيره والرموز الكبيره في كل الانديه، حتى يعني في ناس كتيره جدا اسماء كبيره جدا ومحدش عارف عنها حاجه ومحدش بيكرمها، والكلام ده بيتم في ماتشات اوروبا بره، بيجيبوهم يبداوا بيهم مثلا ماتش معين، او ما بيعملوش مهرجان اعتزال بس بيفكروا دايما بيعملوا لهم في الماتشات العاديه. مش ماتشات اعتزال، في الماتشات العاديه جيبوهم قبل الماتش، تكريم في وسط حضور الجماهير وقبل انطلاق الصفاره البدايه بالظبط. دي مهمه جدا، لان ده عمل مجتمعي مهم جدا، وده اساس الكوره انها تقرب الاجيال من بعض وتقدر الناس القديمه. يعني انا شايف ان دي نقطه مهمه جدا، بما فيها حاجات كتيره قوي للاسف بعدنا فيها عن الرياضه يعني، لكن دي من النقط هي جت معانا في الكلام، ان طبعا دي مهمه جدا محتاجين احنا فعلا نرجع لها. كان اخر مهرجان اعتزال كان لحسام غالي، وكان مهرجان اتعمل في الامارات في ملعب هزاع بن زايد، متى المفروض بيفكر في ده الفتره الجايه؟
يعني اتمنى انه يبقى في مصر بس باذن الله. اتمنى يعني ما ينفعش ماتش اعتزالي كلاعب مصري ان انا اعمل ماتش اعتزالي في بلد ثاني يعني انا دي الا لو انا بلدي فيها مشكله مثلا. لا كان توقيتها الفريق اياكس كان عامل معسكر فانت جبته الامارات ف هو ما هو هو ماتش تكريم للاعب مصري لاعب وسط جمهوره فيلعب لازم في وسط جمهوره وفي بلده. انا دي وجهه نظري يعني لكن من ناحيه بقى التسويقيه او من ناحيه الاعلانات او من حاجه ثانيه ده موضوع ثاني. ده موضوع اساسي. بتكلم في موضوع ايوه بالظبط. ما هي دي المشكله ان بقت الماده تتحكم في الاشياء الرمزيه ما ينفعش خالص او الرمزيه او الاخلاقيه او الاجتماعيه ما ينفعش تتحكم فيها الماده للاسف يعني. ولكن اتمنى ان الموضوع ده يرجع هنا في مصر. طيب نرجع تاني لقرعه التصفيات الافريقيه الدور الثاني. مصر تاريخها في كاس العالم للاسف مش كبير. ده ممكن يكون حافز للجيل الموجود الحالي ان يعمل انجاز طيب زي ما الجيل السابق في روسيا تاهل لكاس العالم. بص خلينا نتكلم صراحه احنا حتى الان بنلعب كره عشوائيه يعني اللي تعتمد على اللاعب الفرد مش على الفرقه للاسف. انت قصدك بتعتمد على اللاعب الفردي مش اللاعب الجماعي او الافكار الجماعيه. بالظبط تعتمد على الفرد. تعتمد اللاعب الجماعي عندنا مالناش شكل معين زي الاول. مني مثلا لو رجعنا بالتاريخ لورا شويه ممكن نتكلم بقى ناس في ناس ما حضرتش الكلام ده خالص. كابتن جوهري مثلا الله يرحمه. الله يرحمه. نختلف معاه او نتفق معاه على طريقه ان هو طريقته هجوميه او دفاعيه او كان بيلعب بطريقه دفاعيه ولكن كان حاطط شكل للفرقه شكل دفاعي اسلوبه وطريقته عنده شكل بيلعب بيه مثبت فرقه يعني. انت لو مسكت كابتن جوهري هتلاقي منتخب مصر مثلا في الخمس ست سنين سبع سنين تقريبا هو نفس التشكيل يعني فاهمني ليه؟ لان هو بيحفظ كويس قوي وبيلعب بشكل واحد ما بيغيروش. وطبعا هو ما اتغيرش كتير فتره طويله ودي برده مهمه جدا. كان عندنا شكل وكان عندنا طريقه حتى لما وصلنا كاس العالم كان عندنا نفس الشكل ونفس الطريقه ما اتغيرتش اللعيبه خالص والشكل اللي انت بتلعب بيه برده ما اتغيرش خالص. باختلاف ان هو لعيبه لكن انت قابلت فرق كبيره جدا انجلترا وهولندا اللي هي كانت بطله العالم او بطله اوروبا ساعتها وايرلندا كانت فرق قويه انجلترا كانت فرق قويه جدا. فانت الماتشات عملت ماتشات الند بالند ولكن دفاعيا هنقول ولكن كان ليك شكل ثابت. احنا منتخب مصر الفتره الاخيره بما فيها لما وصلنا كاس العالم انت مالكش شكل للاسف. انت بتعتمد على هنقول ان احنا بنعتمد على اللعب الفردي او حتى الاهداف لو مسكتها هتلاقي كلها اهداف فرديه برضه. ده لا يمكن تقدر تبقى تجزم ان انت هتوصل يعني ليه؟ لانك اللعب الفردي ده انت بتعتمد انت وحظك بقى. اللاعب المصري اتعود على كده اتعود ان هو ما يخشش في سيستم المدرب يحطه او شكل يخش يحط نفسه في هذا الشكل فاهمني. ف دي بتبقى مشكلتنا فعلا ودي اللي هتفضل مشكلتنا لو ما غيرناهاش ان انت ما عندك شكل او عندك اسلوب ثابت بتلعب بيه. طب حلم التاهل لكاس العالم انا بتكلم بقى على المستوى او الناحيه الذهنيه والناحيه النفسيه اللاعب في حد ذاته هو عنده حلم التاهل لكاس العالم طبعا. لما بتتعمل القرعه النهارده ومعروف المباريات والجدول الفتره الجايه اكيد بيتولد جواك حلم بقى التاهل لكاس العالم. ده مش محتاج بقى مدرب كمان تاريخك في المونديال مش كبير فبيبقى عايز تعمل حاجه جديده بالنسبه للناس. ما هو انك توصل دي هي ليها قبلها قصه يعني احنا لو نفتكر ان وصلنا كاس العالم اللي فات بالبنالتي برضه عشان خلينا نوصل لو مسكنا الماتش واحد واحد الأخيرة ماتش واحد واحد في ارضنا للاسف ولولا البنالتي في الدقيقه 92 انت ما كنتش وصلت. فهو ده اللي بنتكلم فيه ان انت وصولك برضه كان بالصدفه. نفسنا عدينا بنعدي بعد عندنا اسماء كبيره زي دي تلعب بره وخاصه مثلا محمد صلاح ازاي تقدر تحط سيستم يخدم محمد صلاح مش تستنى محمد صلاح هو اللي يخدمك يعني في الفرق العكس تماما. ازاي تستغل محمد صلاح من خلال طريقتك اللي بتلعب بيها واللعيبه الثانيه كمان. لكن نفسي ان انا اعدي بقى حته ان انت توصل بالعافيه او ببنالتي زي ما وصلنا. وكانت النتيجه لما رحنا هناك انت شفت مستوى مصر كان عامل ازاي فكان دليل بالظبط كان دليل قاطع ان انت ما كنتش اساسا توصل. ولما وصلت هناك احنا افتكرنا ان احنا خلاص وصلنا احنا الموضوع سهل جدا. عندك حلم
الحلم كويس قوي، بس لو انت مش محضر له ومش هتوصل له. احنا اعتبرنا ان التأهل لكأس العالم كان اقصى انجاز بالنسبه لنا، ما فكرتش في البطوله بقى نفسها. بالظبط دي كانت المشكله، ما فكرتش في البطوله لان انت صعب جدا، بما انك وصلت في الاخر غلبت كل الماتشات يعني فاهمين، بما فيهم منتخب السعوديه غلبت من السعوديه، ف طلعت المنتخب قبل الاخير او الاخير. بالظبط فاحنا نتكلم فيه بالظبط ان احنا لازم نعدي، وهذا اللي كنت بكلمك فيه، ان احنا محتاجين احنا نثبت طريقه ونثبت تشكيل علشان تقدر، ويبقى عندك بره برضو واللعبة اللي بره دي مهمة جدا، انت عندك الاحتياط اللي بره ده يبقى فاهم كويس جدا اللي جوه الملعب بيعمل ايه، ان هو ممكن ينزل في اي لحظة، مش لسه هنقول لسه هينزل يجرب او لسه ما خدش فرصة لا، اللي بينزل ده هو اللي بيغير الماتش، وجهة نظر المدرب انه يلعبه ما يلعبوش دي بتاعته هو، لكن اللي قاعد بره فاهم تكتيك جد كويس جدا وعارف لعبته وعارف لما ينزل هيعمل ايه وازاي يغير مجرى الماتش بناء على تعليمات المدير الفني يعني. طيب فكره لما اتكلمت على محمد صلاح وطبعا نجم محترف ومكسر الدنيا في الدوري الانجليزي وفي اوروبا حاليا، كابتن حسام بدر كان ليه وجهه نظر وطلب انه عايز يسافر اوروبا الفتره الجايه ويتابع المحترفين. تعليق على وجهه النظر دي او تعليق على القرار اللي خده ده، شايفه في محله في وقته ليه قيمه ليه اهميه ولا شايفه ازاي؟ انا مش عارف يعني لازم اسافر اوروبا اتابع المحترفين، ما الماتشات بتاعتهم شغاله معانا يعني. المشكله ان انت ازاي تستغل، ودي رؤيه بتبقى رؤيه وجهه نظر، ازاي تستغل ان هو مش هتلعب صلاح مش هينفع يلعب بنفس طريقته مع ليفربول مع منتخب مصر. ليفربول يعني مثال للعب الجماعي يعني نموذج للعب الجماعي، يمكن ما حصلتش بقى لفتره. بالظبط فالموضوع مختلف تماما، المنظومه كلها يعني بتخدم بعض، مش نفس الموضوع عندك في منتخب مصر، فالموضوع مختلف تماما. فانت لو معتمد ان محمد صلاح يجي يلعب بنفس الطريقه، وده احنا برضو مش عايزين نظلم محمد صلاح لان هو في منظومه خطيره جدا يعني، ما ينفعش تتسمى غير انها خطيره بالنتائج وبالطريقه وبالاسلوب، وازاي ترجع في الماتش، وازاي من ورا لقدام، وازاي استحواذ على الكوره، ازاي التقارب 500 الف حاجه اللي بره واللي جوه. ف هو ده اللي بتكلم فيه كابتن حسام، لازم يشوف ازاي، لازم يبقى عنده رؤيه ازاي يقدر يستغل، مش يستغل المحترفين، يستغل المحترفين اللي بره في السيستم اللي ممكن يخدم اللعيبه دي من خلال منتخب مصر. ما هو انا كنت اتمنى بس الخبر لما كان يتقال يعني كان يتشرح للاعلام للناس بشكل كبير، يعني مش فكره انا راح اتابع المحترفين، ممكن يكون مسافر عايز يقعد في جلسات خاصه ما بينه وبين المحترفين، هتبقى اوقع شويه انك رايح تقعد مثلا في جلسه مع صلاح، رايح تطمن على تريزيجيه، رايح تقعد مع تريزيجيه، ممكن تجتمع مع المدير الفني للفريق الانجليزي هناك سواء ليفربول او استون فيلا، ممكن يكون في تفاصيل، بس في الكلام العام او العنوان العام ان انا مسافر عشان المحترفين هي اللي خلت الرؤيه مش واضحه. بس هو بصرف النظر يعني عن الـ الخبر كتب ازاي، لكن انا بتكلم على ان هم بره يعني نوين ان يورجن كلوب مثلا هيقعد يتكلم عشان بدل عشان منتخب مصر يعني صلاح يعمل معي، مش هينفع لو قعد كده مع كل مدرب منتخب اللي عنده مش عندوش وقت يشتغل يعني. يورجن كلوب اصلا هو انت المدرب بالظبط، المدرب بيتفق على مواعيد معينه، ما هو مش عايز يسمع سيره اي ماتشات في افريقيا اساسا بعد تغيير كاس الامم، ومواعيدها بالنسبه له بقت صعبه جدا. اكيد طبعا تصريح على البي بي سي الناري طبعا قال لك بالشكل ده انا مش هعتمد على لاعبين افارقه الفتره الجايه تاني. مشكله كبيره جدا طبعا يعني، فما افتكرش ان هو هيبقى عنده يقعد يتكلم في 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 فرقه ثانيه بصدر رحب خالص يعني. طبعا يعني العنوان مش واضح والسفر نفسه مش مفهوم بالنسبه لنا كلام عشان نقدر نناقشه حتى ونشوف اهميته او دوره ايه. طيب الظهور المتواضع لمنتخب مصر في اول مباراتين في التصفيات الافريقيه للكاميرون، انت عندك مباراتين اتعادلت مع كينيا في القاهره، اتعادلت مع جزر القمر في بلده هناك في خارج ارضك، فالبدايه مش جيده، ودي انطباع للاسف ممكن يكون سلبي، الظهور ده ممكن يكون له تاثير على المباريات القادمه وتصفيات كاس العالم ولا لسه مساحه وقت؟ انت عندك اربع ماتشات في التصفيات الافريقيه، او على الاقل هيتحدد موقفك في افريقيا 2021 قبل ما تبدا ماتش انجولا في تصفيات كاس العالم. طبعا مؤثر، لا ياثر طبعا، مش البدايه مش مؤثره، لا البدايه مؤثره جدا طبعا وكويسه في نفس الوقت، اللي هي ان انت الجرس ضرب بدري شوية لكن كنا لسه بنتكلم من شوية، هي نفس المشكلة ان انت ما عندكش اللاعب الواعي من خلال المنتخب ان هو بيلعب فرق تانية. واقول لك على حاجة، ممكن ده ظهر مع النادي الاهلي في 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 البطولة الافريقية برضو نفس القصة، اللاعب المصري معتمد جدا على الدوري المصري، ودي مشكلة. احنا الدوري المصري عندنا دوري غريب شوية،
بكل حاجه، يعني مواعيد الماتشات وتاجيلها واللعيبه واللخبطه النقلات الكتير واللخبطه الكتير والمشاكل الكتير و و و تمام كله مفيش جمهور والكلام ده حاجه طيب. كتيره جدا. بمناسبه افريقيا عشان معانا تليفون مهم جدا معايا على الهاتف دكتور طارق الادور المعلق الرياضي والناقد الرياضي. دكتور طارق مساء الخير على حضرتك. اهلا بيك. ازيك يا محمد؟ اهلا بيك واهلا أهلا بيك يا دكتور تامر، وحشنا والله كابتن تامر. حبيبي يا كابتن طارق ربنا يخليك. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. طبعا حضرتك حضرت وكنت موجود في مراسم قرعه الدور الثاني للتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022. انطباع المدربين، شفت القرعه ازاي؟ شفت المستويات المنتخبات مجموعات العشر اللي هتشارك في التصفيات القادمه؟ شايف النظام ازاي ومجموعه مصر كمان تعليق عليها دكتور طارق؟ بص، واحنا قاعدين كده قبل القرعه كان واصلين قبل القرعه بفتره كبيره، فكان كل الناس بتتكلم يا ترى كده من المستويات الاول والثاني والثالث والرابع مصر احسن حاجه تقع مع مين؟ تمام. فحتى كنت قاعد بتكلم مع الكابتن محمد بركات طبعا مدير المنتخب الوطني، وهو كده قال لك ايه، انا نفسي من المجموعه الرابعه اقع مع توجو، والمجموعه الثالثه مع ناميبيا، والمجموعه الثانيه مع الكونغو. مستوى تاني يعني مع الكونغو. تمام. الحقيقه مصر وقعت مع منتخبات انا من وجهه نظري هي تقريبا متساويه في القوه مع اللي كان نفسه فيها الكابتن محمد بركات ممثل المنتخب المصري في القرعه النهارده. مصر لما تقع مع الجابون وليبيا وانجولا انا بعتقد ان فرصنا ان شاء الله كبيره جدا في تجاوز هذه المرحله والوصول الى النهائيات. شوف هقول لك على حاجه عشان نختصر الكلام، انا من وجهه نظري ان فوق ان العقبه الاكبر في طريق المنتخبات الكبيره هي الدور النهائي اللي هيبقى العشر منتخبات ابطال المجموعات. مظبوط. هيلتقوا وجها لوجه اللي هو يعني ايه لقاء الحيتان بقى زي ما نقول كده اللي هو هيكون في الدور النهائي نوفمبر 2021. انا اعتقد مش بس مصر على فكره، لا كل المنتخبات يعني العشر بقى موجوده مع بوركينا والنيجر وجيبوتي كبطل افريقيا فرصتها كبيره جدا انها تتصدر المجموعه. مظبوط. تونس مع زامبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائيه، اعتقد ان تونس برضو عندها فرصه كبيره انها تتصدر المجموعه وتصعد للدور النهائي. يمكن انا لا يعني بالنسبه لي المجموعه الرابعه والمجموعه السابعه هم المجموعات اللي هيبقى فيهم منافسه قويه. متفق معانا بالظبط. مظبوط، احنا اتفقنا على كده. بالظبط. اللي هي فيها الكاميرون وكوت ديفوار وموزمبيق وملاوي، اعتقد الكاميرون وكوت ديفوار قوتين كبيرتين. وانا بصراحه قبل ما نخش القرعه كل امنياتي ان احنا ما كناش نقع مع كوت ديفوار اللي هي في المستوى الثاني. اصلا كوت ديفوار منتخب كبير، منتخب عملاق، لكن هو تصنيفه اللي حطه في المستوى الثاني ده حقيقي. انا كنت قلقان ان نقع مع كوت ديفوار في المستوى الثاني، لكن الحمد لله الكاميرون هي اللي وقعت مع كوت ديفوار، هيبقى لقاء صعب جدا. المجموعه السابعه برضو فيها غانا وجنوب افريقيا، دي برضو هتبقى مواجهه صعبه جدا. اكيد يعني المستويات كلها قريبه في المجموعه السابعه كمان، يعني غانا، جنوب افريقيا، زيمبابوي، اثيوبيا، لا بالزبط. في تقارب في المستوى بين المنتخبات الاربعه. بالظبط، هي يعني يمكن حتى الكاميرون وكوت ديفوار معاهم موزمبيق وملاوي اقل شويه، لكن المجموعه السابعه فعلا هي اكثر المجموعات تقاربا في المستوى. اما يعني القوه العملاقه اللي انا بقول يعني انا بتخيل كده ان الجزائر كبطل لافريقيا وكمستوى في الفتره الاخيره، تونس فرقه مميزه، نيجيريا فرقه الحقيقه متميزه، الكاميرون يمكن بتطلع وتنزل لكن هي في الوقت في وضعيه جيدة. نقول مثلا غانا وجنوب افريقيا فيها مجموعة صعبة، المجموعة السابعة. المغرب ومعاها غينيا برضو في المجموعة التاسعة، مجموعة تعتبر قوية نسبيا. لكن انا بتكلم على ان المنتخبات الكبرى ومواجهتها في الدور الاخير بين العشر منتخبات هو المحك الاساسي. وجهة نظري ان هي دي الصعوبة الحقيقية في الطريق للتأهل بالنسبة لكأس العالم القادمة ان شاء الله. ووقتها كمان يا دكتور طارق هيتوقف او تتوقف مبارياتك في مرحلة الدور الثالث والاخير على تصنيفك، يعني انت ممكن تتأهل مع التسع منتخبات الاخرى يبقى 10 منتخبات، بس تصنيفك وقتها هو اللي هيحدد انت هتواجه مين، هل من الخمسة الاول ولا من الخمسة الاقل. المفروض ده اللي انا هتناوله دلوقتي. انت هيبقى معانا 10 منتخبات، مصر حاليا تصنيفها في افريقيا السابع. حقيقي. لو فضل تصنيف مصر كده السابع والفرق اللي هي الكبيره السنغال، تونس، نيجيريا، الجزائر، المغرب في مواجهه، لو انت بعد الخامس هتلاقي نفسك في مواجهه مع السنغال او تونس او نيجيريا او الجزائر او المغرب. مظبوط. المنتخبات الثقيله دي، فانا من وجهه نظري ان تجاوز الدور الاول ليس مشكله المنتخب
طبعاً. المصري مع الجابون طيب. وليبيا وانجولا. انا وجهه نظري ان الاهم هو ان منتخب مصر يعمل نتائج جيده، يتحسن تصنيفه، يتحط في الخمسه الكبار، فيقوم لما يتحط في الخمسه الكبار ما يقعش بقى في الدور زي ما حصل معانا في مباراه غانا كده، لما وقعنا عفوا في 2010 لما وقعنا مع الجزائر في مباراه فاصله، و 2014 لما وقعنا مع غانا في المباراه الفاصله لو تتذكر المنتخب مظبوط غانا ساعتها فاز علينا في كوماسي 6-1 6-1 انهى الماموريه من مباراه الذهاب. فهو اهم شيء احنا نتقدم على الاقل ثلاث مراكز عشان نبقى رابع او خامس، يعني نبقى رابع او خامس، المهم اننا نبقى في الخمسه الكبار، فلما ساعتها نلعب في الدور نلعب في الدور الفاصل ان شاء الله باذن الله، يعني يوم ايه نقع في فريق اهدى شويه. يعني هقول لك مثلا افرض احنا كنا في الخمسه الكبار دلوقتي، مين من السادس للعاشر؟ هتلاقي مثلا من العاشر كونغو مالي، كونغو مالي غانا غانا والكاميرون، يعني اللي هي مستوياتها اقل دلوقتي شويه من السنغال وتونس ونيجيريا طبعا والجزائر والمغرب. فهو ده المهم جدا، يعني عندنا مهمه مزدوجه ان شاء الله، بس اننا نكسب المباراه بتاعتنا باذن الله ونصعد النهائيات. الثانيه اننا نحسن التصنيف شويه عشان نبقى في الخمسه الكبار ونلعب الخمسه الفرق الثانيه اللي هي من السادس للعاشر. عندك فرصه طيبه انك تحسن تصنيفك، لان انت هتلعب تصفيات افريقيا لغايه شهر سبتمبر، عندك بطولة الكان في الكاميرون في شهر يناير وفبراير 2021، لأن التصنيف اللي على أساسه هيتحدد مرحلة الدور الثالث هيكون في أواخر أكتوبر أو منتصف أكتوبر عام 2021، فعندك مساحة وقت. لسه بدري قوي. لسه بدري يعني بالظبط. هيكون في بص بقى تصنيف هيتغير ويروح ويجي كذا مرة. لنا أربع مباريات في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، لعبنا مباراتين فاضل لنا أربعة. تمام. واحنا عندنا في تصفيات كاس العالم، احنا على فكره ما لعبناش في بطوله تونيزي، فعندنا كل المباريات اللي هنلعبها، ست مباريات في المجموعه، وبمشيئه الله ما نتاهل من اول مجموعه هنلعب مباراتين كمان، يبقوا المجموعه كام؟ ثمان مباريات، ثمانيه في كاس العالم واربعه في كاس في تصفيات كاس الامم الافريقيه، يبقوا 12. ان شاء الله لو تاهلنا لنهائيات كاس الامم الافريقيه ممكن يبقى عندنا فرصه اننا نلعب سبع مباريات اخرى. بالظبط. انت بتتكلم احنا قلنا 12 و7 19 مباراه، 17 مباراه دوليه رسميه غير الودي كمان. تمام. لمنتخب مصر ممكن اننا نحسن جدا تصنيفنا خلال كل هذا الكم من المباريات. فرصه هي للكابتن حسام يظبط التصنيف قبل الدور الثالث. اخر حاجه دكتور طارق، التوقعات اللي قالها الكابتن محمد بركات كلها كانت مع المنتخب السنغالي، يعني كل التوقعات توج وناميبيا الكونغو كلها مع السنغال. ايوه بالظبط. انا على فكره اول ما اتحطوا المجموعات والكابتن بركات بيتكلم قلت يا سلام لو لقى في المجموعه الثانيه يبقى هو دعاءه جاب بالظبط كده، لان هو فعلا اختارهم بالاسم كونغو وناميبيا وتوجو بالظبط قبل القوعه يمكن بدقائق، وكلهم مع السنغال. كلهم مع السنغال اكيد. دكتور طارق انا بشكرك، ودايما كده عندك ارقام واحصائيات ودايما مهتم جدا بهذا الموضوع، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك يا رب والمنتخب مصر في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. شكرا جزيلا دكتور طارق الادور. كلام كان مهم جدا، وفي نفس الاطار اللي اتكلمنا فيه برضه نفس الكلام في مساله التصنيف، عدد المنتخبات، المباريات، هي الكره في ايدك، يعني الكره معاك، يعني تقدر انت توصل للهدف اللي انت عايز توصل له وتحسن تصنيفك، تعمل نتائج ايجابيه. الموضوع اللي بتكلم فيه بقى لسه بنتكلم على تحسين التصنيف، زي ما قلت لك البدايه، لا البدايه هتاثر، بدايه الماتشين اللي فاتوا المنتخب تفرق بقى، فلازم ناخد بالنا، يعني 19 ماتش بس لو ما خدتش بالك من دلوقتي هيهرب منك 10 ماتشات مثلا ولا حاجه، تبقى مشكله يعني. فأكيد في فرصه ان شاء الله. طيب كنا بنتكلم على فكره المحترفين ومحمد صلاح، بالمناسبه دي كاس الامم الافريقيه في الكاميرون اتغير ميعاده، وتغيير الميعاد هو رايح وجاي ما بين اصل الاتحاد الدولي عمل كاس عالم انديه فهيتلعب في الصيف، فبالتالي كاس الامم مش هينفع تتلعب في الصيف. اصل الاتحاد الكاميروني بيقول الظروف المناخيه ما ينفعش البطوله تتلعب في نفس التوقيت اللي اتلعبت فيه في مصر، فهيلعبها في يناير وفبراير. اصل الاتحاد الافريقي في ظهر الاتحاد الدولي وبيعدل حسب رؤيه واجنده الاتحاد الدولي. في النهايه البطوله هتبقى في يناير وفبراير، من 9 يناير ل 6 فبراير. والانديه الانجليزيه او الانديه في اوروبا اتكلمت على الموضوع ده، وابرزهم يورجن كلوب في تصريحاته على البي بي سي قال ان هذا التغيير وهذا التعديل هيربك الحسابات وهيبقى ليه تاثير سلبي على اللاعبين الافارقه وعلى مشروعي انا كمان اللاعبين الفتره الجايه من الافارقه. خلينا نسال سؤال مهم جدا هنا، اشمعنى افريقيا؟ ليه افريقيا اللي عندها مشكله دايما مع الاتحاد الدولي؟ ليه الانديه الافريقيه عندها مشكله مع الاتحاد الدولي؟ المنتخبات الافريقيه عندها مشكله مع الاتحاد الدولي؟ النظره؟ النظره والثقافه وعدم الاحترافيه للاسف. هي دي المشكله.
بقيه العالم كله القارات كلها شغاله كويس جدا، ما عندناش مشكله زي مشكلتنا. احنا دايما عندنا مشكله تعديل رايحين جايين كل شويه في مواعيد. بالظبط. منتخب يعني قصدي الاتحاد الافريقي زي الاتحاد المصري عندنا للاسف يعني تخبط 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 رهيب جدا، وده في الاخر عدم الاحتراف الكامل بيؤدي للخبطه دي. لكن طبعا بره هم يعني لو مسكت الاجنده بتاعتهم لمده سنتين ثلاثه هتلاقيها موجوده محدده، ما مش محتاجينها. المانيا بتعمل مشروع على اربع سنين، دايما مشكلتنا تيجي من عندنا. حتى مشاكل اللعيبه وانتقالات اللعيبه واللعيب ده لا او لا اه وده رفع قضيه في المحكمه وده كلها يعني كلها طالعه من هنا من افريقيا. بس التعديل ده هيبقى ليه تاثير سلبي على المنتخبات والانديه في افريقيا، على اللعيبه في افريقيا كمان اكيد طبعا. يعني اللعيبه دي كلها محترفين، ده البوكسنج داي كله في يناير وفبراير يعني في ديسمبر ويناير. يعني انت بتتكلم في توقيت عندهم مهم جدا وبره منظومه، يعني عندهم الورق والقلم، ما عندهمش فجاه بتقرر وفجاه بتعمل. دي مشكله رهيبه جدا. لكن زي ما قلت لك هي نسال نفسنا ليه بتطلع من افريقيا دايما، ليه المشكله هنا دايما. ده الليفر بيحسم الدوري الانجليزي في الفتره ديت طبعا، التوقيت ده طبعا. يعني يناير وفبراير طبعا. فتره البوكسنج داي والماتشات اللي بتلعب دلوقتي هي مباراه الحسم اللي هتحسم الدوري. بالظبط. دي فهنا اللي بتكلم فيه يبقى عندك رؤيه شايف انت رايح فين من ناحيه بقى اللعيبه والنادي والجمهور والدوري اللي انت فيه والبطولات بتاعتك اللي سواء كانت منتخبات او الانديه. انا دي يعني نفسي نقف وقفه كده ونحط ايدينا على بدل ما نقعد نحل المشاكل. مشاكل اصل طول ما انت بتحل مشاكل ولكن المشاكل مش هتنتهي، مش بتخطط، مش هتنتهي عندك طالما انك مخططتش. فكل شويه هيجي لك مشكله وتبدا تجري تحلها. يا جماعه والنبي الحقوا لنا المشكله دي، نفسنا نعدي المرحله دي بقى ونخش في مرحله ان احنا يبقى عندك رؤيه كامله. يعني مش مع التغيير اللي حصل والتعديل كنت اتمنى البطوله تلعب في الصيف زي البطوله اللي كنت متفقه. طبعا ما انا تلعب في ميعادها الطبيعي جدا طبعا. يعني التغير ده ليه؟ نفسي افهم بس. يعني حد يقول لنا ليه تغيير؟ الظاهر يقول لك الظروف المناخيه تمام، لكن في الكلام الاكيد يعني الاتحاد الدولي عنده بطوله عايز ينجحها، هيلعب كاس عالم للانديه 24 منتخب زي كاس عالم للمنتخبات، هيلعبها في الصين فيها جوائز ماليه كبيره جدا، عايز ينجح البطوله. طبعا بتتكلم في ثلاث او اربع خمس فرق من اوروبا، فرقتين من افريقيا او ثلاثه، فرقتين من اسيا، بتتكلم في الريال، برشلونه، ليفربول. فبالتالي المنتخبات دي او الانديه دي لما تلعب في كاس عالم الانديه في الصيف بالامكانيات اللي عندها باللعيبه اللي عندها في الصين هتجيب فلوس كتير اكيد. في التوقيت ده كاس الامم الافريقيه اللعيب هيلعب مع النادي ولا هيروح يلعب مع منتخب بلده؟ فالاتحاد الدولي مع الاتحاد الافريقي الامور سهله. بس يعني ده في الكواليس ده المعروف، لكن الظروف المناخيه يعني المره دي في الكاميرون نلعب في الشتاء، طيب بعد كده في تونس هتلعب في الصيف، كل مره هتظبط مش هينفع، ما لازم يبقى لها مواعيد ثابته. بالظبط. مش حاجه اسمها ظروف مناخيه، ظروف مناخيه الناس كلها بتلعب في التلج وبتلعب في المطر وبتلعب في كل حاجه. دي الشماعه يمكن، ويمكن برضو على فكره دي الشماعه بتاعت اللعيب المصري برضو شويه، اصل انا بلعب بره ارضي، اصل الملعب كان فيه مطر، اصل مش متعودين على الرطوبه، في ملعب هنا اسوء متعودين على. بالظبط يعني. طيب اوكي ننتقل بقى لملف النادي الاهلي. والنادي الاهلي على موعد مع مباراه مهمه جدا، مش هقول صعبه، وحتى في الانترو ما وصفتهاش ان هي بالصعبه، لان انت عندك امكانيات وقدرات وكواليتي لعيبه كويس جدا، لكن الصعوبه ممكن تكون في الحضور الجماهيري، في المسانده، في الدعم، في المؤازره، اجواء المباراه في حد ذاتها لازم تكسب، ده ممكن هنا بتاعت الصعوبه. لكن وجهه نظرك الفنيه شايف المباراه ازاي في ظل ان النجم الساحلي على المستوى المحلي في تونس ترتيبه متاخر جدا في المركز السابع او الثامن في الدوري التونسي، الاهلي متصدر في الدوري المصري، فالنتائج هنا عكسيه، الاهلي محليا متفوق في افريقيا عايز يكسب المباراتين، النجم بالعكس محليا متعسر افريقيا في الصداره. في الصداره. بص والله هو يعني ما تقدرش تعرف، لكن خلينا نمسك يعني النجم الساحلي ده يعني نادي مش محتاجين نتكلم عنه، يعني اسم كبير جدا، خدوا بطوله افريقيا كتير، يعني عندهم من الامكانيات والتاريخ واللعيبه ان هم يحققوا البطوله. ففرقه صعبه جدا، فرقه مش سهله، فرقه منظمه، ممكن في الدوري الله اعلم، انا مش متابع الدوري طبعا، عندهم ما اعرفش طبعا القصه عندهم في لسه إيه، خسرانين من الترجي في الديربي 1-0 في ملعب رادس بس واخدين مساحه وقت راحه، ما فيش اي ماتشات لعب التاني. يعني مش هعرف اقيم لك، انا اقيمهم قدامي دلوقتي بالنسبه لي البطوله الافريقيه اللي اقدر اقيمهم. يعني هم ماشيين كويس جدا، متماسكين كويس جدا، متصدرين، عندهم ماتش في الاخر، ماتش يعتبر سهل،
هم دلوقتي متصدرين تسع نقط. هنقدر نقول الماتش اللي هو الاخير بتاعه هيبقى 12 نقطه يعني انا في وجهه نظري. فالموضوع هو ماشي كويس جدا وعارف هو عامل ايه. النادي الاهلي هنقول العكس بقى يعني عكسه تماما. وده مش عاده النادي الاهلي يعني يمكن بس الفتره الاخيره، ولكن انا بلوم طبعا عدم رجوع الجمهور للملعب. لتأثير كبير. تأثير كبير جدا 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 على اللعيبة. يعني في حضرتك عندك حوالي مثلا 20 لعيب صغير لسه بيلعب وما يعرفش حاجة اسمها جمهور. دي مشكلة كبيرة جدا. آخر 8 سنين غياب الجماهير دي أفقدت الثقافة في ناس كتيرة جدا في مسألة حضور الجماهير. جيل كامل. يعرفش يعني إيه ضغط جماهيري ساعة الماتش. بيحس بيه بعد الماتش ما بيخلص في السوشيال ميديا او في الجرايد او حافز كمان مش ضغط بس بالظبط الاثنين. ما هو الاثنين الحافز على فكره ضغط برضه ان انت جمهور بيديك بوش وبيديك باور جامد جدا لازم على قد المسؤوليه فهو الاثنين واحد. يعني انا بالنسبه لي بنلعب في الدوري سواء الجمهور معايا او ضدي بالنسبه لي حافز جامد جدا تمام فهو ضغط يعني ضغط من هنا وضغط من هنا. لكن انا بتكلم في ان اللعيب يفقد الحس ده، حس ان انت عندك ضغط جماهيري، صوت الجمهور نفسه في الملعب، انك تلعب قصاد جمهور مش جمهورك كمان بره. فدي مشكله كبيره جدا وده انا شايف ان ده عامل نفسي وقصة ان احنا يا رب نطلع بره بس ناخد بونت ونرجع. ودي يمكن الـ النقطة برضو اللي متربي عليها المدرب المصري واللاعب المصري والجمهور المصري والإعلام المصري، ان لما نطلع بره مثلا تقول يا تعادلنا يا تحس ان انت مبسوط قوي. الكلام ده انتهى، خلص من زمان جدا، ولكن هو عندنا في الثقافة بتاعتنا. بس اختلف يا كابتن تامر، لان اقول لك ليه. قولي. الاهلي يمكن هو الوحيد اللي غير الثقافة دي، لان الاهلي فاز ببطوله افريقيا 2006 من قلب تونس على الصفاقسي، كسب بطوله افريقيا على الترجي من قلب تونس، كسب السوبر الافريقي على النجم الساحلي في اثيوبيا تمام، عمل نتائج ايجابيه كتيره بره مصر طبعًا. كسب قبل كده مباراه فاصله مع شباب بولزداد في طبعًا. 2001 في الجزائر. فالقصه او الثقافه اختلفت، ممكن ما اختلفتش الانديه تانية بس دي مش قصتنا. بس الاهلي لا، الوضع اختلف. الاهلي ما طبعا انا الاهلي ما بكلمك، الاهلي قادر على ده، لكن في حاجات ما تقدرش عليها. العامل النفسي لو الفترة بتكلم فيها دي كان الجمهور اللي هنا كان جمهور الجمهور هنا كان يعني وتلاقي الجمهور هناك بيروح وراهم هناك برضه. القطن الكاميروني كمان 2008 2002 كله. فكان عندك لعيبة متعودة على الضغط النفسي والضغط العصبي عندهم ده، غير تاريخ النادي الأهلي. مش بتكلم طبعا النادي الأهلي مش محتاج، لكن غصب عنك لما كان الفرقه عندك الاساسي بتاعك بيفتقد الجماهير، يفتقد ما يعرفش الموضوع ده. فده محتاج مش هيتغير الا بوجود الجماهير. يعني يبقى الجمهور في ماتش النجم الساحلي هيكون عامل ايجابي بقى، يشجع ويآزر ويساند. طبعا طبعا لان انت جديد عليك، هي دي النقطه صح. بعدين انت لما تلعب طول الدوري من غير جمهور وفجاه يبقى عندك ماتش مهم جدا وفجاه يبقى فيه جمهور، ما تفتكرش ان ده يبقى عامل معاك، ممكن يبقى ضدك. هو ده اللي بتكلم فيه، ان احنا عايزين نغير الثقافه شويه، لان دي فعلا نقطه يعني مرهقه جدا ومتعبه جدا. يعني عندك حق، عندك طبعا. حق طبعا. طيب اتمنى رجوع الجمهور، اتمنى رجوع الجمهور، عامل مهم جدا. لان حتى للمنتخب انت ما هو لعيب الدوري ده ما هو لعيب المنتخب لما متعود ان هو معلوش ضغط جماهيري حتى لو كان كويس جدا في الدوري، لما تيجي تحطه في المنتخب وتحطه تحت مسؤوليه كبيره كده جدا، عامل نفسي رهيب. اتمنى الفتره الجايه ملف الجماهير ده مش هقول يتناقش في الاعلام او يتناقش في الغرف المغلقه، بس تتحط قواعد الناس تشتغل عليها، عشان الامر سهل جدا. العالم كله تخطى هذه المراحل من سنين، وبقت الامور في اسس كده معروفه، تذكره معروفه وضعها، الشروط العامه اللي موجوده خلف التذكره معروفه للجمهور، ايه اللي ليك. احنا لو نعرف المشكله فين هتتحل. حد يقول المشكله فين؟ يعني هتتحل. كله بيقول لك هتتحل هتتحل، وعملنا لجنه وبعتنا للامن وبعتنا لهنا وبعتنا لهنا طب وبعدين هي وعملنا سيستم للامور ديت، هي راحت فين؟ يعني نفسي اعرف الموضوع. بطوله الامم مرت على خير على فكره، يعني بطوله الامم ده اندر 23 23 سنه حضر 70,000 في مباريات ناشئين وشباب. لا وانت في ماتشات عندك بتضطر تدخل جمهور مالهاش حل، ماتشات البطولات الافريقيه ما هتضطر، عشان ده سيستم الكاف بالظبط مش هتقدر تغيره بالظبط. طب اشمعنى بتقرروا بتعمله هنا وما بتعملوش هنا؟ وده الاساس. انت عندك الدوري المصري هو
هو اساس المنتخب بتاعك، اللعيبه دي هتجيب مننا الضغط ده، مش هينفع. طيب فعلا على المستوى الفني بقى، المباراه هي مش مباراه نوك اوت، هي مباراه بثلاث نقاط طبعا، والنجم لما فاز عليك في المباراه الاولى كان هدف مقابل لا شيء، فمش داخلين في حسبه الاهداف ولا حسبه المباراه ذهاب وعوده. تكسبها يبقى ثلاث نقاط تبقى 10 نقط، لان كمان النجم المباراه الاخيره لما كسبها يبقى 12، فبالتالي مفيش تساوي في النقط، خلاص احنا ابتعدنا عن فكره تساوي في النقط ومش هنخش في فكره المواجهات المباشره. فالمباراه تكسبها ثلاث نقاط بالظبط. الحسبه دي بتساعد اي فريق او اي جهاز فني يشتغل على اللعيبه مع الموضوع ده ولا؟ طبعا بيشوفها ازاي يعني الجهاز الفني بيشتغل ازاي كمان نفسيا عشان يحضر فريق لمباراه زي دي؟ ان انت ماتشاتك كلها بطوله، ودي اهم حاجه، ودي انا شايف ان دي احسن حاجه وبتدي فرص كتيره جدا فما عندكش حسابات، ما عندكش حسابات. انت الماتش لازم تكسبه، فاللعيبه لازم يبقى اليرت على طول، لازم يبقى عارف المسؤوليه اللي عليها على طول، وتحط اللعيبه عندك تحت ضغط، ما بيريحوش يعني. الراحه هنا بفوره زي ما بيقولوا، انت فجاه تلاقي الجدول اتلخبط من نتيجه ماتش واحد. فطبعا انا شايف ان هي كويسه جدا للانديه الكبيره، يعني شايف الانديه الكبيره مهمه جدا بالنسبه لهم. طيب قطار الدوري بقى، الاهلي في الدوري 12 مباراه 36 نقطه 35 هدف، ما دخلش مرمى غير هدفين. وفقره الانترو كان معايا طبعا دكتور عمرو عبيد الصحفي في مجله الاهلي والاتحاد الاماراتي، اتكلم معايا في ارقام نوعا ما بتديك صوره على كواليتي وامكانيات لعيبه النادي الاهلي. الارقام كلها مميزه، الارقام كلها ادتنا احصائيات ان فرقه الاهلي وصل لمرحله في البطوله المحليه بشكل ايجابي جدا. عمرو السليه من اخطر اللعيبه اللي عامل امكانيات جيده في وسط الملعب، عندك الكرات العرضيه انت واصل لمرحله اكتر معدل كرات عرضيه في جميع البطولات اللي شاركت فيها، يمكن بتتخطى طبعا مش ريال مدريد في نسبه معينه في الاستفاده من الكرات العرضيه. الكواليتي ده او الارقام دي بتدينا مدلول ان الاهلي مع توالي المباريات والمكسب اللي بياخده في البطوله المحليه ممكن ينعكس ايجابا على البطوله الافريقيه للماتشات الجايه. بص هو اكيد، لان انت اولا النادي الاهلي دلوقتي يعني زي ما بيقول عمل شيء تاريخي، يعني ارقام بقى لها فتره او يمكن ما اتعملتش قبل كده. وكل المؤشرات دي طبعا بالظبط، وكل المؤشرات حضرتك قلت عليها دلوقتي دي مهمه جدا، وبتدي اللعيبه دافع كبير جدا، ودافع الفوز، دافع ان انت واخد خلاص، دافع ان انت مش هتخسر، ده مهم جدا، وده واضح حتى في اداء اللعيبه، حتى لو الاهداف اتاخرت شويه او لكن بتبقى باين قوي في اللعيبه نفسها جوه الملعب. المكسب بيسيطر على الموضوع زي بالظبط ليفربول، بتحس تتفرج عليهم كده انهم هيكسبوا حتى لو في ماتشات كسبوها كده او كسبوها في اخر لحظه او بجون او كده، ده اللي بتتراين على سكور دلوقتي، لكن الحافز دلوقتي ان خلاص انا كسبان، ده مهم جدا العمل النفسي، وده يمكن قلت لك عليه. لكن مش واضح ده قوي في المشوار الافريقي شويه، لسه العجله ولسه العجله ما مشيتش. تاني حاجه ودي مهمه جدا تاني كمان، ان انت عندك بيراميدز بعدك جدا يعني مش موجودين خالص تقريبا السنه دي، بالنسبه لي مش موجودين تماما. الزمالك الدنيا ملخبطه، فده ادى يعني حافز للعيبه النادي الاهلي ان هم فعلا يتسيدوا بجد كل الارقام مظبوط، واهم حاجه ان هم يكملوا كده. بس مهم جدا بقى تنقل ده للمشوار الافريقي، لان بالمنظر اللي احنا بنتكلم فيه ده والنتائج ومستوى اللعيبه وكده، طبيعي جدا انك تبقى متسيد بقى في التسيد ده ممكن يديك فرصه كويسه، لان عندك بعد مباراه النجم مباراه الهلال، يعني فكره انك تخلص مباراه في بطوله تركز في بطوله ثانيه، تطلع منها تركز في بطوله ثالثه، لا انت خلال ال 10 ايام الجايه انت عندك مباراتين ورا بعض، النجم والهلال، فتركيزك كله على افريقيا. طبعا يساعد انك دايما هدفك لما يكون على بطوله واحده وتشارك فيها وتركيزك كله فيها. اكيد طبعا بتدي فرصه للعيبه انها تلعب، ما تغيرش اسلوبها او ما تغيرش اسلوبها. طبعا ما تغيرش اسلوبها، لانك بتضطر تغير اسلوبك، لان انت مش بتلعب في الدوري، تلعب في دوري تاني. وبناء على الفرق اللي قدامك، انت هنا في مصر انت عارف الفرق اللي بتلعبها بالظبط، عارف عامله ازاي. بره لا، انت بتغير اسلوبك لعب من 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 تيم لتيم، ومن وبرده من مكانك في الجدول لمكانك في الجدول بناء على النقاط زي ما بقول. عشان كده بس بقول لك الماتش الاخير مثلا النجم هو عارف انه هياخد الثلاثة بونت اكيد بالنسبه لي، يعني وجهه نظري، فلا بيبقى حاطط ده في حسبانه كويس جدا. فهو انك لازم تبقى
ان الاهلي عنده فرصه ان هو الماتش كويس، ان الماتشين ورا بعض ماتشين جامدين جدا، ولكن النادي الاهلي قادر جدا ان هو عليهم، ولكن زي ما بقول لك هو في عامل نفسي مش اكتر من كده، عامل نفسي نظري بس مش اكتر من كده، وعامل نفسي للمدير الفني برضه، خلي بالك هو ما يعرفش يعني هو ما يعرفش برضه التحديات بتاعت الاهلي قبل ما يجي او ما عاشهاش يعني الافريقيه، بس ذاكر حاجات كتير ذاكر ولكن ما عاشهاش نفسي، ما عاشهاش، ما بقول لك اللي بيعيشها الاهلي في افريقيا طبعا بالزبط. مهما ارى بالظبط مش زي ما يشوف. افريقيا مختلفه زي ما كنا بنرجع جاي بقول لك، افريقيا هي المشكله يعني. هو في اوروبا ساعة بالقطر يبقى في كذا دوله. بص هي مشكله افريقيا للاسف ان افريقيا مصدره مصدره للافارقه، مصدره لعبه كويسه، مصدره لاوروبا، فاللي بيفضل عندك هنا اللي هنقول ان هو الى حد ما مستوى اقل بكتير، عشان كده الفرق العربيه هي اللي مسيطره على البطوله بالظبط. هتلاقي ان الدول العربيه دايما هي اللي ايه اللي هدفها البطوله، لان بيحتفظوا قوي باللعيبه بتوعهم وعندهم دوري قوي كده، بقيه الفرق تحت عندها تخبط، فبتلاقي عشوائيه جامده جدا في اللعب، ودي مشكله رهيبه ان هم بيعتبروا في انديه افريقيه بتعتبر البطوله الافريقيه زي الاكاديميه اللي بتصدر منها اللعيبه برضه. طبعا طبعا، ما هو ده بقول لك النظره، هو عارف انه مش هياخدها، ولكن عنده اللعيب نفسه عنده نهم، والنادي عنده نهم ان هو صح. يطلع من عنده لعيب كده يجيب له يمكن الاستثناء ممكن تتكلم في مازيمبي، تتكلم في سان داونز، يمكن ده الاستثناء في اخر 5-6 سنين بالظبط. صح. طيب في روتيشن بيتعمل في فرقه الاهلي الفتره الاخيره، واللي بيخلي الجماهير مبسوطه وسعيده ان الروتيشن ده مش مؤثر على النتائج ولا على الاداء ولا شكل الفريق. يعني انت بتتفرج على مباراه المقاولين، انت بتتكلم في اول وثاني الدوري، مباراه قمه البطوله المحليه طبعا، وعلى الدكه علي معلول، على الدكه مروان محسن، اليو ديانج، كهربا، بتتكلم في امكانيات ممتاز قاعد على دكه البدلاء، ومع ذلك بتكسب، عامل نتيجه كويسه، مستحوذ على المباراه بشكل كويس. اي مدير فني لما بيعمل روتيشن فلسفته فيه بتبقى عامله ازاي؟ ان ممكن يقعد لعيبه كبيره ويكسب باللعيبه اللي موجوده حتى في التشكيله الاساسيه. عشان هي دي الميزه بصراحه السنه دي، وده واضح ان انت بتلعب لعب جماعي مش معتمد على حد معين. ممكن هدافين الفرقه حتى من السنه اللي فاتت اساسا مش المهاجمين فرقه الاهلي، وده حتى الهدافين ودي علامه استفهام برضو، خلي بالك ان يعني صعب جدا دي، يعني دي يمكن معادله صعب جدا تلاقيها في اي فرقه في العالم كبيره ومتصدره الدوري او ماشيه، انك ما تلاقيش الهداف من عندها خالص، يمكن مش موجودين. ما انت عشان عندك في مصر الهدافين من ضربات جزاء بالظبط، وغير كده يعني صح. لا عندك مثلا ده في فرقه بس لا في مصر ده بيحصل كده، انت تلاقي مثلا هداف الدوري المصري جاي مثلا 13 جون منهم 10 ضربات جزاء ممكن، لكن انا بتكلم مصر حاجه مختلفه، انا بتكلم على المهاجمين مش بتكلم على الـ يعني ولكن بقول لك ده لو مسكت الفرق كلها مثلا في اوروبا كلها في العالم، هتلاقي لازم المهاجم بتاع الفرقه لازم هو بصرف النظر حتى لو بنالتيات او تافر يعني فاهمني، ولما بيتراجع عشان بتبقى فيه مشكله يعني مثلا كريستيانو السنه دي لما قال لك الله هو في ايه في النتائج مع اليوفي إيه؟ وفجاه تلاقي راح عمل حاجه بقى الثاني دلوقتي على طول فرق حاجه بسيطه بالزبط. فهي النقطه ان النادي الاهلي بيلعب لعب جماعي، ودي حاجه مهمه جدا، ومتهيالي ان لو النادي الاهلي يعني عرف يوصل لتوليفه بقى ان احنا كمان المهاجم يخش يبقى هو بيفرق مع الفرقه، انت هتلاقي حاجه مختلفه تماما، لكن حاجه تحسب بصراحه للمدير الفني وللعيبه انها استوعبت حركة اللعيبة جوه الملعب والتغيير الكبير اللي حصل في مراكز اللعيبة وفي بداية اللعيب من قعدته على في الاحتياط يعني فلا بتدي فرايتي كبيرة جدا وبتدي ثقة للعيبة كتيرة جدا، وبتحس ان الفرق قدامك ما تبقاش عارفة هي تمسك مين او تمسك مين او تقفل مفاتيحك منين، لا انا شايف دي حاجة كويسة جدا وواضحة جدا في الملعب يعني. طيب ابتعاد النقاط ما بين الاهلي كمتصدر عن الفرق الاخرى مع الوضع في الاعتبار الاهلي لسه ليه مباراتين مؤجلتين، فبالتالي النقاط هتزيد، ممكن يدينا انطباع ان الدوري مستواه فنيا مش قوي، ولا هاخد على القياس ده الدوري الانجليزي؟ ليفربول صاعد بفارق نقاط كبير جدا، وصلنا للجوله ال 23 وما تعادلش غير مباراه واحده، ففارق النقاط مع الليستر ومع السيتي والاثنين اخر ماتش متعادلين او خسرانين، فالفرق بيوصل لاكثر من 16 17 او 20 نقطه. فرق النقاط بيبقى مقياس لمستوى الدوري ولا شايفه ازاي مستوى الدوري؟ بص هو بره عندهم برضه سيستم تاني شويه، يعني يمكن برضه انت عندك الدوري الانجليزي بالذات، انا اتكلمه الدوري الانجليزي غريب جدا يعني السنه اللي فاتت لغايه اخر ماتش في الدوري انت مش عارف مين هياخد الدوري،
مانشستر سيتي برضه فرقه قويه جدا، بجد مانشستر سيتي جاب نسبه اهداف رهيبه كبيره جدا، ولكن بعيده. ليستر سيتي كان متقدم قبليه. فعندك وبعد كده ليفربول في ماتشات كتيره جدا ما كسبتها بالعافيه، يعني مش ايه يعني مش كل الماتشات سهله، مش كل الماتشات سهله، وفي ماتشات ماتش اليونايتد كان صعب على فكره طبعا، 2-0 ده مش ماتش اللي هو كان بالظبط، مش ماتش سهل قوي يعني. بالظبط يعني. عكس هنا النادي الاهلي، هنا انت مسكت الماتشات كلها هتلاقيه هو المسيطر تماما، اهداف بتضيع كتير جدا هو، لكن الوضع هناك لا مختلف، وضع مختلف هناك. عشان كده هناك المدير الفني او اللاعب المميز قوي بيفرق، ليه تمن قوي قوي في تغييره في اخر 10 دقائق، في اخر ربع ساعه. اللعيب حتى اللي بينزل او اللعيب اللي بيلعب في الملعب اداؤه امتى بيبقى قوي، بيكمل لغايه اخره ولا لا، بيبقى مركز لغايه خلاص، لان ده فعلا الحاجات البسيطه جدا دي، التفاصيل البسيطه هي اللي بتفرق، اللي بتفرق في الماتشات، هي بتفرق في الماتشات. لكن حصل ماتش اليونايتد ليفربول، هجمه مرتده، صلاح خلص الماتش، خلص الماتش، والليفربول مضغوط اخر 5-6 دقائق بالظبط. فهنا الموضوع مختلف شويه، انت مسكت اي ماتش هتلاقيه ماتش قمه، كانه لو بصيت على الجدول هتستغرب، لكن لو بصيت على الماتشات هتحس لا ان في تقارب جامد جدا في المستوى. لكن هنا العكس تماما، انت في جاب كبير جدا بين النادي الاهلي واي فرقه تانية، طبعا مع احترامي كل الاسماء، تمام. في الاستحواذ وفي الطريقه وفي الاسلوب وفي كل حاجه. طيب اخر سؤال، وفي شقين، الى اي مدى الاهلي يقدر يسترد صدارته او يتصدر مجموعته في افريقيا، والى اي مدى نقدر نقول الدوري محسوم بنسبه كام من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري بطوله افريقيا طبعا النادي الاهلي، يعني من وجهه نظري شايف ان هو سهل جدا يكسب الماتشين الجايين لو كمل بنفس اللي انا او بنفس الجمهور او الناس كلها شايفاه. العمل النفسي، لو العمل النفسي يعني قعد، يعني حد قعد مع اللعيبه وحاول يوصل لهم العمل النفسي الافريقي، انا شايف ان هو سهل جدا الماتشين الجايين ان هو يكسبهم، لان زي ما بقول لك النادي الاهلي جاهز جدا، وتاريخه قصاد الفرق دي مرهق جدا بالنسبه لهم اكيد يعني. فدي فرصه شايف كويسه جدا، وكويسه ماتشين ورا بعض دي حاجه ميزه يعني. الدوري السنه دي محسوم يعني، ما فيهوش كلام. يعني لو هتتكلم بعد النادي الاهلي بقى مين هيبقى الثاني بقى او الثالث او الرابع بقى يعني، ربع الذهب يعني. بالظبط. كابتن تامر، كلمه اخيره تحب توجهها لمين؟ وبشكرك جدا على الحوار ده. بشكركم اول حاجه على استضافتي النهارده معاكم، بشكر جمهور النادي الاهلي كله. نفسي الاتحاد المصري الفتره اللي جايه يحط سيستم للدوري قبل المنتخب، عشان ما نقعدش نجري ورا المنتخب ونقول هنروح فين ونيجي منين واللبس هنجيبه مع مين وفين الشركه الراعيه يعني الدوري اللاعب المصري واستقرار الدوري واستقرار المنظومة الرياضية واستقرار اتحاد الكورة والفصل في المشاكل اللي بتعمل مشاكل لاتحاد الكورة، وفي الآخر بتتأثر على الدوري وعلى الأندية وعلى مستوى اللعيبة اللي في مصر وللأسف اللي بره مصر. فأتمنى بالحيادية والعدالة. بالظبط. أتمنى. تمام، واحنا نتمنى والله. كابتن تامر بجد انا بشكرك، نورتنا وشرفتنا ودايما بسعد بالحوار معاك. ميرسي جدا، شكرا. الله يخليك، شكرا جزيلا. لقاء كان مهم جدا، لقاء فني وفي تفاصيل فنيه اتكلمنا فيها. طبعا بالتاكيد الحدث الافريقي الهام، قرعه الدور الثاني للتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم، كان مهم جدا نتكلم عليها ونشوف المجموعات العشر للمنتخبات اللي بتستعد لكاس العالم 2022. الاهلي والنجم الساحلي، التصفيات بالتاكيد او المباريات في المجموعه الافريقيه مباريات صعبه، مباراه الاهلي والنجم، مباراه الهلال والاهلي، نتيجه بلاتينيوم والهلال هتحسم برضه شكل المجموعه قبل مواجهه الاهلي والنجم. فبالتاكيد كل دي كانت تفاصيل محتاجين نتكلم فيها في هذه الفقره الفنيه مع جمهور النادي الاهلي، عشان برضه يكون عارف وضع الفريق والمشوار في الفتره الجايه هيكون ازاي. بشكر كابتن تامر بجاتو. بعد الفاصل الاستاذ احمد عويس الناقد الرياضي والكاتب الصحفي، وحديث في معلومات وكواليس واخبار مهمه جدا عشان جمهور الاهلي يبقى عارف الخطوات اللي موجوده سواء على الصحه الرياضيه او النادي الاهلي ازاي بيستعد للمرحله القادمه. فاصل، واحمد عويس ضيف الفقره الحواريه السنه والاخيره من برنامج الاهلي الليله.